الموضوع ديال فعاليات الندوه الصحفيه ديالنا اليوم هو تطورات قضيه زميلنا الصحفي المداوي على ضوء تعديلات قرار ادانته. كما كتعرفوا كنا تلقينا يعني القرار القاسي والمؤلم ديال ادانه الزميل المداوي بثلاث سنوات، واعتبرنا في حيله لان القرار كان غير مؤسس ويفتقد لاي اساس قانوني سليم. لما تلقينا القرار ديال الادانه تفاجئنا، وانه يشكل سابقه في تاريخ المغرب وربما في تاريخ العالم. هذا خصو يدخل موزوعه غينيز 2270 صفحه، يعني ملي كنجيو للتعليل كنلقاو صفحه واحده و27 صفحه فيها الشرطه اللي اعتدوا عليه، الضارب، الجرح، هادشي ما عنده علاقه بمداوي، مداوي ما ضرب ما جرح ما حتى شي حاجه، ما فائده اننا نبقاو نذكروا الاعتداءات اللي وقعت على الشرطه. يمكن تكون في ملف اخرى كاين ملف مداوي، لا يعني شفنا على ان الحكم اريد تحجيم اوراقه، لا ندري ما هو السبب، ولكن حيث المضمون الحكم ما كانش خصو يتجاوز 50 صفحه في الاقصى. الحكم ما كانش فيه واحد اللمسه قضائيه الاحترافيه ديال تحليل الوقائع، التركيز على الموضوع. شفنا 60 ساخ محاضر الشرطه، 60 ساخ محاضر الجلسات، ما كانش واحد اللمسه احترافيه ديال القضاء اللي كنعرفوه ودرسنا عليه ودرسنا. والقرار كان مليء بالتناقضات، مره يقول لك تصنتوا على الزميل المداوي، مره تصنتوا على الرقم الهولندي، مره المحكمه امرت بالاستماع للتسجيلات الهاتفيه في الجلسه، مره المحكمه لم تامر بذلك. واصلا الزميل المداوي تيقولوا على انه ما بلغش. الزميل المداوي كاين بين نارين، الا بلغ غيتعاقب جريمه عدم مسؤوليه من الدوله، الا بلغ غيتعاقب جريمه عدم مسؤوليه الدوله، الا ما بلغش غيقولوا ارتكبتي جريمه خياليه. واصلا هو ما تلقاش افعال وخطط، تلقى فقط اقوال غير مسنوده. حنا توصلنا بعد يعني ثلاث اشهر من التاخير، توصلنا بالقرار اللي هو فيه 2270 صفحه. وهنا كنبغي نشير بانه هذا الكم راه ما لا يعني بان الوقائع كتعلق بحميد. الوقائع كلها كتعلق بالحراك، بالبيف ديال الحراك، داك ال 50 تقريبا ديال المتهمين الاخرين للوقائع ديالهم مضمنه بهذا الملف. راه حميد يكون كان غير الملف ديال حميد غادي يكونوا فيه واحد اربعه صفحات بالكثيره، لان الملف ديالو فيه المكالمه فقط، هذيك المكالمه والتكييف ديالها. فيما يتعلق بالتعليل فحنايا غادي حنايا اكتشفنا بانه هناك تعليلات توسعت في القانون الجنائي ومشات بعيد وما عندها علاقه بالوقائع ديال حميد، وكتفسر بانه حنا ما ممكن نواخذوا واحد الشخص بدون وقائع، غير فقط ان تكون النيه بصيغه عامه اننا كنهدوا البلاد ولا كنمسوها ولا غادي نديروا شي حاجه اللي غادي تزعزع الاستقرار. لا، ايوا باغي خصني وقائع، خصني شي خطط. القانون قال لك خطط، ما معنى خطط؟ خطه يعني كاين وقائع، النيه والهدف والنتائج، وكاينه خطه، وكاينه خطه معناها كاين فعل مكمول، والمحكمه غتناقش ذاك الفعل، لانه كاينه في القانون شي حاجه مسميه جريمه مستحيله. كاين شي حاجه مسميه جريمه مستحيله، يعني ممكن تكون هذه الوقائع مستحيله، ما يمكنش تقول لي لا ما غناقشهاش الحيده ليه وندينك غير على الفكره العامه ديال انني باغي ندير ضرب الاستقرار فقط. كذلك بغيت نشير لكم واحد الحاجه، راه تيقولوا لي بان الحكم تيقول بان حميد عنده حس وطني، بحسه الوطني كذا، وعنده حس وطني وكتبينوا بانه دابا لا وطني. تناقض.